السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا في نشرة البيت الأبيض والتي نخصصها لمجريات الانتخابات الأمريكية، والبداية بالعناوين. استطلاعات رأي متباينة بعد مناظرة بينس وهاريس، وذبابة تسرق الأضواء. مناظرة ترامب بايدن الثانية افتراضية والرئيس يرفض المشاركة. بعد رفع سرية عن وثائق التدخل الروسي، تساؤلات عن تأثيرات التدخل الأجنبي على الانتخابات. أهلا بكم. تباينت استطلاعات الرأي عقب مناظرة نائبي المرشحين للرئاسة والتي جرت بين مايك بينس وكاميلا هاريس في جامعة يوتا. فوكس نيوز قالت إن بينس تغلب على هاريس بنسبة 69% مقابل 29 لكاميلا هاريس، فيما أشار استطلاع لCNN أن هاريس تفوقت على نظيرها بنسبة 59% مقابل 38 لبينس. سيطر ملف كورونا والمحكمة العليا ورفض ترامب التنحي إذا خسر الانتخابات على المناظرة بين بينس وهاريس. فرضت السلطات الصينية رقابة على المناظرة بين بينس وهاريس، حيث قطعت البث عندما تحدث نائب الرئيس الأمريكي بشكل سلبي عن النظام الشيوعي في الصين، وانقطعت الإشارة بشكل مفاجئ قبل أن يعود البث مجددا عندما بدأت كامالا هاريس الحديث مرة أخرى، وكان بينس قد انتقد تعامل الصين مع الولايات المتحدة في ملف كورونا. حسمت اللجنة المنظمة للمناظرات قرارها بإجراء المناظرة الرئاسية الثانية بين ترامب وبايدن افتراضياً، وهو الأمر الذي رفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما سارع إلى التأكيد بأنه لن يشارك في مناظرة كهذه. وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه لن يقوم بمناظرة افتراضية، معتبراً أن ذلك غير مقبول. على خلاف المناظرة الأولى والتي جرت بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، شهدت مناظرة مرشحي منصب نائب الرئيس السيناتور الديمقراطية كامالا هاريس ونائب الرئيس مايك بينس، شهدت نقاشا محموما حول عدة قضايا، إلا أنهما تبادلا عبارات الشكر والاحترام في الكثير من الأحيان. بين التيارين المحافظ والليبرالي التقدمي، هكذا وصفت مناظرة النائبين مايك بينس وكامالا هاريس. المناظرة تركزت على عدد من القضايا الداخلية والخارجية، وشطرها الأبرز عن كورونا، الأزمة الصحية والاقتصادية، حيث نددت هاريس بتعامل إدارة ترامب مع الأزمة، وقالت: الأمريكيون شهود على أضخم فشل لأي إدارة رئاسية. لكن بينس الذي كان هادئا معظم الوقت رد الهجوم باتهام هاريس بتقويض ثقة الأمريكيين بلقاح محتمل ضد الفيروس توقع أن يوزع بنهاية العام. كما تناقش المتناظران حول قضايا التغير المناخي والاقتصاد والضرائب. أما أبرز القضايا الخارجية، فقد اتهمت هاريس إدارة ترامب بالتسبب في خسارة 300,000 وظيفة بسبب الحرب التجارية المفتعلة مع الصين، وهو ما رفضه بينس بتوفير إدارة ترامب مئات الآلاف من الوظائف، مع التأكيد أن القضية مع الصين متعلقة بإعادة اعتبار أمريكا الرائدة قبل أي اعتبارات أخرى، وهو ما لا يحسنه الديمقراطيون على حد قوله. كما انتقدت هاريس الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي تسبب في إعادة بناء ترسانتها النووية على حد قولها، ليرد بينس أن الأمر متعلق بإعادة التموضع الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن الأمن القومي الأمريكي وأمن المنطقة هما الأهم، مستعرضا ما حققته إدارة ترامب في تحجيم الإرهاب وأسبابه كتصفية سليماني والبغدادي والقضاء على داعش. مايك بينس شخصية مثالية ومحافظة، وبخبراته المتعددة ساعد ترامب على توسيع قاعدته، خاصة في الفراغات التي لم يستطع ترامب ملأها. وأستطيع القول أنه كان ناجحا الليلة،
أما هاريس فقد برزت الليلة كأول امرأة سوداء لنائب رئيس محتمل بلغ عمره 78 عاما، وهذا ما جعلها تتحدث أحيانا في المناظرة بقوتها المعهودة. وعلى نطاق مشابه لمناظرة ترامب وبايدن، استهدف بنس شريحة المحافظين خصوصا في الحديث عن مرشحة المحكمة العليا وقضية الإجهاض، بينما حاولت هاريس إيجاد نوع من التوازن في مخاطبة المستقلين والتنصل من سجلها الداعم لسياسات التقدمية، متجاهلة مرارا محاولات بنس لربطها بالتقدميين. مناظرة اتسمت بالهدوء بعيدا عن صخب الأولى، غير أن استطلاعات الرأي تميزت بشكل كبير في تحديد من تميز في المناظرة الأخيرة في الوقت الذي يتوقع فيه بمحدودية تأثيرها على الناخب الأمريكي. للإخبارية أحمد القرني، واشنطن. من واشنطن ينضم معنا مراسل إخبارية أحمد القرني. أحمد، أهلا بك. يعني ضعنا في صورة المشهد العام لهذه المناظرة، أبرز ما تناولته المناظرة أحمد. مرحبا بك خالد، مرحبا بالسادة المشاهدين جميعا. كما حدث أو كما تحدث عنه التقرير، كانت هناك عدة قضايا مباشرة وواضحة، خاصة بعض القضايا الداخلية، وتركزت بشكل أكبر على قضية كورونا وعلى قضية المحكمة العليا، وكان أيضا هناك استطراد أكبر أيضا على ملف الرعاية الصحية. ولكن ما أخذ على هذه المناظرة وخاصة ما تلقته الصحافة الأمريكية صباح هذا اليوم حول هذه المناظرة، حول تلعثم أو تهرب النائبين حول قضية المحكمة العليا وتداعياتها بشقيها، سواء المحافظ أو بشقها الديمقراط الليبرالي، بالإضافة إلى ملف الرعاية الصحية، وربما هذا هو أهم ثالث ملف للناخب الأمريكي وفق الاستطلاعات الأخيرة. الجانب الآخر هو تحدث عن السياسة الخارجية، وتحدث المتناظران حول عدة قضية، عدة قضايا خارجية، ولكن كان من أهمها كان هو عن قضية الصين وعن قضية إيران، ولكن كان الديمقراطيين هما يبدون صورة عكسية لأي استراتيجية سياسية تبريها إدارة ترامب، بالمقام الأول حول افتعال حرب تجارية كما سمتها هاريس مع الصين. نعم. وأيضا على افتراض أن يكون هناك عقوبات اقتصادية ضد إيران، ولكنها في المقابل بنت ترسانتها النووية كما قالت هاريس. باختصار خالد، كانت يعني مناظرة هادئة، ويبدو أن هذا هو قدرها في الوقت الذي كان هناك توقعات أن تكون هذه المناظرة أكثر مفاجأة، أكثر حضور، خاصة فيما يتعلق بشخصي النائبين، بالإضافة إلى الظروف التي تمر بها البلاد حاليا. أشكرك أحمد القرني من واشنطن مراسل إخبارية، شكرا جزيلا لك. للحديث أكثر أيضا عن هذه المناظرة ينضم معنا عبر سكايب من واشنطن الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي ياسر الغسلان. سيد ياسر، أهلا وسهلا بك معنا في قناة الإخبارية. يعني بالنظر إلى هذه المناظرة التي وصفها قبل قليل زميلنا من واشنطن أحمد القرني بأنها يعني هادئة منضبطة أكثر، إلى أي مدى يمكن سيد ياسر أن نقول أن بنس وهاريس يعني لم يقع في كثير من الأخطاء في هذه المناظرة؟ في الحقيقة يمكن تأكيد هذه المقولة لاعتبارات كثيرة. أولا، المرشحان دخلا المناظرة وفي يعني في بالهما أمر واحد، أن لا يرتكبوا أخطاء، وهذا الأمر كان جليا عند كاميلا هاريس، على اعتبار أنه المرشح بايدن اليوم في ضمن الاستطلاعات يقع في موقع جدا مريح، وبالتالي إن لم تستفد من هذه المناسبة يجب أن لا تضر. على الطرف الآخر، أعتقد النائب الرئيس بنس حاول أن يعني يطرح الأفكار المتعلقة بالحملة الرئاسية وسياسة
الرئيس ترامب التي فشل ترامب في المناظرة الأولى بتقديمها. لذلك كان ربما الحوار أهدى ويركز أكثر على القضايا. هل تحمل بنس يعني عبء الحملة إن صح التعبير؟ هذا الكلام صحيح. بنس كان واضحا أنه دخل المناظرة ويحمل على كتفيه حمل هذه يعني الانتخابات وحملة ترامب، لأنه ترامب كما نعلم وحملته حتى الآن الأفكار غير واضحة، تركيز كثيرا على الهجوم على الديمقراطيين أكثر من مناقشة القضايا. ربما كان لافتا أيضا تهرب بنس من الإجابة على موضوع كورونا، وهي كما نعلم جميعا هي رأس حربة الهجوم الديمقراطي عليهم، وحور الموضوع باتجاه قضية الضرائب التي طبعا في نهاية كاميلا هاريس أوضحت المسألة بأنه فقط على الأغنياء وليس كما حاول بنس. لكن المناظرة بشكل عام أعتقد كانت صيغة للمناظرة المثالية من حيث الشكل، من حيث المحتوى نعم تناولت قضايا، ولكن هل تؤثر حقيقة على مجرى الانتخابات؟ كثير من المراقبين وربما أنا منهم نؤكد بأنه لن يكون هناك تعديل وتحداث تغيير كبير في النتائج. بنس يعني سيد ياسر كان يعني يتحدث كثيرا عن موضوع الاقتصاد والحفاظ على الوظائف خلال هذه المناظرة، إلى أي مدى يعني ربما تكون هي الورقة الأخيرة التي يحاول يعني فريق ترامب أن يحتفظ بها أو يلعب بها، أم أنها مهمة جدا للناخب الأمريكي وبالتالي يعني من المهم لهم التركيز عليها؟ يجب أن يعني نلفت الانتباه هنا إلى أن الاقتصاد هو أيضا كان أهم عامل أوصل ترامب للرئاسة، وتركيزه في الفترة الأولى قبل كورونا كان على الاقتصاد بشكل رئيسي، إضافة لبعض الملفات التي تخاطب المحافظين. فشئنا أم أبينا هذا هو الملف الرئيسي الذي تنظر له إدارة ترامب باعتباره الأساس. فشل أم نجح فيه اليوم لا يهم بالنسبة لترامب أو نائبه، بل التركيز على ترويج لفكرة الانتصار وتحقيق النجاحات، خصوصا بأنهم هنا يخاطبون فقط الناخب المحافظ الإنجيلي الجمهوري ولا يخاطبون المستقلين أو المترجحين كما يحاول الحزب الديمقراطي وجو بايدن العمل عليه. لذلك هي جزء من الاستراتيجية العامة للخطاب الانتخابي، ليس بالضرورة أن تكون دقيقة وصحيحة. أشكرك من واشنطن الصحفي المتخصص بالشأن الأمريكي ياسر الغسلان، شكرا جزيلا لك. وتتابعونا في نشرة البيت الأبيض بعد الفاصل. مصادر تكشف عن أن ترامب ألزم الأطباء في والتر ريد بعدم إفشاء معلومات عن صحته. من كل مكان نتابع كل جديد من كل مناطق المملكة، من شرقها لغربها، من شمالها لجنوبها، صباحكم معنا على إخبارية اليوم وكل يوم. خطفت ذبابة الأضواء خلال المناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ومايك بنس، بعد أن وقفت على رأس بنس لمدة دقيقتين تقريبا دون أن يشعر بذلك. واشتغلت مواقع التواصل بل اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية بعد أن تداول روادها مقطع فيديو لبنس وعلى رأسه ذبابة. قالت مصادر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألزم العاملين في مركز والتر ريد الطبي توقيع تعهد بعدم إفشاء معلومات خلال علاجه العام الماضي. أشارت المصادر إلى أن طبيبين على الأقل رفضا التوقيع على تعهد ولم يسمح لهما لاحقا بالمشاركة في رعاية الرئيس.
بعد أن رفع الرئيس ترامب سرية عن الوثائق المتعلقة بالتحقيقات في التدخل الروسي في الانتخابات، وبريد كلينتون برزت تساؤلات عن أهداف الدول الأجنبية ومدى تأثيرها على الانتخابات الأمريكية. أكبر جريمة سياسية في التاريخ الأمريكي، هكذا وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتهامات التي تلاحق المرشحة الديمقراطية في انتخابات 2016 ووزيرة الخارجية سابقا هيلاري كلينتون. وفي إطار ذلك قرر ترامب رفع كامل السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الاتحادية بشأن استخدام كلينتون لرسائل البريد الإلكتروني الحكومية، إضافة إلى التورط بجلب التدخل الروسي. وفي الأعوام والانتخابات السابقة ظهرت بادرة جديدة على المشهد الأمريكي بتصاعد وتيرة تحذيرات الاستخبارات الأمريكية من أن الصين وروسيا وإيران من بين الدول التي تسعى إلى التأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية. ويعيد هذا الموقف إلى الأذهان اتهامات رؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية لروسيا بالتدخل في انتخابات عام 2016 لمساعدة حملة ترامب للفوز بالرئاسة، وهو ما نفته موسكو. وبينما ترى أجهزة أمريكية أن روسيا تحاول التأثير على الانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الحكومية، فإن ترامب يعتبر الصين التهديد الأكثر خطورة على الانتخابات الأمريكية. ويرى رئيس جهاز مكافحة التجسس الأمريكي ويليام إيفانينا أن الصين تفضل ألا يفوز ترامب، وأن روسيا تسعى إلى تشويه سمعة ترشيح بايدن بوصفه مناهضا لموسكو، في حين تسعى إيران إلى تقويض ترامب والمؤسسات الديمقراطية الأمريكية وتقسيم البلاد قبل عملية التصويت، وذلك عبر وسائل عدة منها نشر معلومات مضللة ومحتوى مناهض للولايات المتحدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. من واشنطن ينضم معنا الكاتب والمحلل السياسي دكتور عماد عبد الهادي. دكتور عماد، أهلا وسهلا بك معنا في قناة الإخبارية. يعني إلى أي مدى بداية هناك فعلا مخاوف حقيقية من محاولات خارجية للتأثير على سير الانتخابات الأمريكية؟ نعم، هذا صحيح إلى حد ما، لأنه المشكلة هنا أنه الاتهامات التي صاحبت انتخاب ترامب 2016 بشأن تواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا أو عملاء روس بشكل أو بآخر، استغرقت من الولايات المتحدة 3 سنوات ونصف السنة ونصف العام على الأقل في تحقيقات بدأها مولر وغيرها، محاولات وتصويت في الكونغرس لإزاحة الرئيس ترامب. فإذا كانت اللجان التي تولت ذلك توصلت إلى نتيجة أنه لم يكن هناك دليل على التدخل ولا حتى دليل على عدم التدخل، فهذه أيضا قضية تثير الريبة في المزاعم الحالية، بما أن الولايات المتحدة نفسها، وهذا موجود في الفضاء العام السياسي في أمريكا وفي الفضاء العالمي أيضا، أن الولايات المتحدة معروف أنها سبق وأن تدخلت في انتخابات العديدة، أثار هذه النقطة تحديدا الرئيس الروسي بوتين مؤخرا وقال أعدكم بأنني لن أتدخل في أي انتخابات. طيب، في أمريكا، هل يمكن؟ ولكن في مقابل ألا تتدخلوا في شؤوننا. طيب دكتور عماد، يعني هل يمكن أن يمتد تأثير هذه يعني الجهات الأجنبية على المشاعر العامة، تشكيل تصورات الناخبين في الولايات المتحدة؟ هذا صحيح، لأنه بالطبع كل من روسيا والصين بالفعل لديهم وسائل إعلام سواء إلكترونية أو وسائل تلفزيونية موجهة بالإنجليزية للولايات المتحدة، وهي تعمل دائما على الدقة على مسائل التفرقة العنصرية، أو كما كان في الشهور الماضية مسألة احتجاجات الأقلية السوداء على عنف الشرطة ضدهم. كل هذه محاولات دؤوبة من قبل الصين وروسيا للتدخل أو للتأثير على الرأي العام في الانتخابات الأمريكية. ولا تنسى أيضا أن الفضاء الإلكتروني مهم جدا، لا يمكن اليوم توليد مئات بل آلاف الحسابات المزيفة التي تدعي مساندة هذا المرشح أو هذا. طيب لماذا يبدو أن الديمقراطيين أكثر قلقا من هذه التدخلات الأجنبية؟
لأنهم يعتقدون اعتقادا جازما أن الرئيس ترامب كما يصفونه في جيب الرئيس بوتين، أو أن هناك علاقة خاصة لا يفهمونها، وهو دائم الدفاع عن بوتين. ومن ثم فهم يعلمون أيضا أن بوتين لاعب سياسي ماهر جدا ومحنك، وهو لا يتوارد لا يتراجع عفوا لا يتردد في التدخل في ذلك، علما بأن هناك اتهامات لروسيا أيضا من قبل بريطانيا بأنها تدخلت في انتخابات أو في مسألة البريكسيت، أي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كل هذه الاتهامات تشير إلى روسيا، لأن روسيا معروف أن لديها قدرات عالية في مسألة الاختراق الإلكتروني للحسابات المختلفة، وهذا ما حدث بالفعل في انتخابات 2016، ولكن كان اختراق لبريد الإلكتروني لمدير حملة هيلاري كلينتون، وكشف كيف أن هناك تواطؤ ضد المرشح المنافس آنذاك بيرني ساندرز. أشكرك من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي دكتور عماد عبد الهادي، شكرا جزيلا لك. في العرض التالي مشاهدينا نتعرف على أول انتخابات في التاريخ الأمريكي قبل أكثر من 300 عام. أهلا، يعود تاريخ الانتخابات الأمريكية إلى العام 1789 للميلاد، عندما حدد الكونغرس السابع من يناير لهذا العام موعدا لاختيار ممثلين عن الولايات لأول مرة في الانتخابات الرئاسية الأولى. بعد شهر من هذا التاريخ وبالتحديد في اليوم الرابع من فبراير انتخب جورج واشنطن رئيسا، حيث أدى القسم وانطلقت مهمته من المكتب الرئاسي في أواخر شهر أبريل من العام نفسه. ومثل ما حصل في انتخابات عام 1789 للميلاد، ينتهج الأمريكيون نظام المجمع الانتخابي حتى اليوم، وهو النظام المنصوص عليه في الدستور، والذي يعطي مواطني الولايات المتحدة لمن تعدوا 18 من العمر الحق في التصويت. في أول انتخابات فاز جورج واشنطن بعشر ولايات من أصل 13 ولاية كانت متحدة آنذاك، بمجموع 69 صوتا مقابل 34 صوتا عن أقرب منافسيه جون آدمز بطريقة المجمع الانتخابي للتصويت، والذي أصبح الأخير نائبا للرئيس وقت ذاك. نهاية نشرة البيت الأبيض، شكرا لكم على طيب المتابعة، الملتقى يوم الأحد بإذن الله، في أمان الله.